مشاهدينا من على المقهى. قبل 4 سنوات تبنت مجموعة من الشباب على موقع التواصل الاجتماعي دعوات للإضراب. دعوات الإضراب لاقت نجاحا كان مفاجئا في وقته في المحلة الكبرى، حتى أصبحت المحلة هي أيقونة النضال في مصر. خرجت من هذه المدينة ومن هذا يعني الإضراب أيضا حركة أصبحت أيقونة أيضا في النضال، وهي حركة 6 أبريل. ما الموقف الآن في المحلة وما الموقف الآن في 6 أبريل؟ سنناقش هذا الموضوع في هذه الفقرة مع كل من الأستاذ علي مبروك والد الشهيد علي مبروك الذي استشهد في أحداث المحلة. أهلا بك. أهلا بك. وأيضا الأستاذ جهاد طمان القيادي العمالي بمدينة المحلة الكبرى. أهلا بك. والأستاذ محمد مصطفى عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل. أهلا بك. أبدأ معك أستاذ جهاد. إذا أردنا أن نراجع ما حدث في المحلة يوم 6 أبريل 2008، ماشي حضرتك يعني مع يعني هسبق سؤالك سنة صغيرة بعد إذن حضرتك يعني. وأرجو أن يتسع صدرك لما أقوله يعني. بداية انتفاضة عمال المحلة في 2006 عندما صاروا عمال المحلة 20,000 عامل صاروا وأضربوا واعتصموا داخل المصنع، وحققنا بعض المكاسب العمالية اللي تم تحقيقها اللي هي الاقتصادية، ولكن كان اكتسبنا حق الإضراب في نفس الوقت. في 2006 اكتسبنا حق الإضراب، حق مشروع كان مجرم قانونا والنظام السابق حرمه قانونا يعني. كنتوا انتوا البدايه المحله كانت بدايه 2006، وبعدها صارت قاطره عمال مصر كلها باضرابات متتاليه على نفس نهج اضراب واعتصام عمال المحله الذي شهد جميع 2006. تطور بقى المساله، تطورت مع عمال غزل المحله وقيادات عمال غزل المحله ل 2007 عندما اصاروا بعض العمال في اجتماع المجلس الاعلى للاجور مع سيم مجاور اللي كان ماسك رئيس الاتحاد السابق. خرج 10,000 عامل ينادم بالحد الادنى للاجور اللي هو 1200 جنيه. واياميها كان في ضجه اعلاميه، حسبتوها 1200 ازاي؟ حسبناها على شقه فول لخمس افراد من الاسره تبقى تساوي 1200 جنيه، بحسبه بسيطه، حسبه عمال بسيطه، عمال عاديين. الفكره من 2006 و2007 اتطورت ل 2007 ان احنا بننادي في 2006 كانت مطالب اقتصاديه خاصه بعمال غزل المحله، ف 2007 اتطورت المسائل شويه ونادينا بمطالب عامه لعمال مصر كلها اللي هي حد ادنى العمال 1200 جنيه. بدات الفكره تتبلور عند القيادات العماليه اللي موجوده، طيب يعني احنا في ظل بقى فساد وفي ظل قهر وفي ظل ظلم وفي ظل مجاعه وفي ظل غلاء وفي ظل في ظل كل اللي هو مقاومات الثوره اللي قامت من اجلها 25 يناير. فبدأنا المسألة تتبلور بشكل أفضل وأكبر شوية، قلنا ندعو على يوم إضراب اللي هو 2008 6 أبريل 2008. حددنا يوم 6 أبريل قيادات العمال، وكان التحديد وسر يوم 6 أبريل، وأذكر سر ده بتاع يوم، ويعني حاليا أعتقد أنه بعد اختلاط الحابل بالنابل واللي صورة ما بقتش صورة والصوار ناموا واللي مش صوار قاموا، يجب على, 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 على الإعلام كله أن يوثق هذه المسائل ونوثق المسألة بشكل جيد، أنه كان بداية 6 أبريل 2008 من العمال من عمال قيادات عمال المحلة. بعد ما أنا بقول لحضرتك بعد التطور إضربات. بعد تطور المسألة أن في الأول مطالب اقتصادية لعمال غزل المحلة في 2006، في 2007 تطور المسألة للحد الأدنى الأجور 1200 جنيه لعمال مصر بأجمع. في 2008 قعدنا نبلور المساله بالنسبه لقيادات عمال المحله، وقلنا طيب الشارع جاهز، شارع المحلاوي. انا ما درستش الشارع مصر كله، لكن كنا بندرس مساله الشارع في مدينه المحله وخاصه عمال المحله كلها وشعب المحله الابطال البواسل. فطرحنا فكره ان يبقى في دعوه عامه لاضراب عام يوم 6 ابريل 2008. قعدنا على قهوه زي ما حضرتك بنفس البرنامج اللي هو على القهوه اللي هي موجوده ديت، وسر يوم 6 ابريل ده كان مع 4 اشخاص، جهاد طمان اللي هو انا، وائل حبيب، كمال الفيومي، كريم البحيري. تمام. 4 اشخاص. تمام. اتفقنا على يوم ان يبقى يوم ندعو فيه العمال، عمال محله مدينه المحله كلها. كان دعوه لمدينه المحله كلها. تمام. نتفق مع عمال القطاع الخاص وعمال شركه مصر للغزل والنسيج وعمال شركه النصر للغزل والنسيج ومعظم شركات مدينه المحله منطقه صناعيه كما تعلمون سيادتكم، ونعمل اضراب عام على مستوى المساله. وطرحنا الفكره ديت وقلنا ان احنا نحدد يوم 6 اللي هو بعد قبض العمال، ده كان متبع في الاضرابات السابقه، ان احنا نجهز ليوم الاضراب بعد الناس ما تقبض ومش عارف ايه وبتاع وحاجات من دي يعني.
عشان تقدر تعيش فيها. طبعا كان بيساعدنا في المساله دي مين؟ يعني كان بيساعدنا في المساله طبعا الاعلام كله مشكورا في 2006 و2007 غطانا تغطيه شامله، لكن اللي تواصل معانا بشكل جيد كان مركز افاق اشتراكيه ومركز الدراسات الاشتراكيه اللي هم بتوع الاشتراكيين السوريين، وخص بالذكر المهندس كمال خليل. فحتى حضر المهندس كمال خليل قال ازاي يعني الفكره دي جت لكم ازاي، وقعد تناقشنا فيها نقاش واسع وطويل. تمام. قلنا له والله يعني حتى كان بيقول لي يعني انتوا يعني الشارع عندكم جاهز؟ قلت له الشارع جاهز، انا بالنسبه للمحل الشارع عندنا جاهز. طيب لا نريد ان نستغرق في التفاصيل لانه للاسف يعني وقت الفقره ماشي محدود. ماشي. بعد كده ايه اللي حصل؟ طبعا انشقت القيادات بتاع عمال المحله، فضغط الاتحاد العام على بعض من القيادات اللي هي موجوده عندنا في شركه غزل المحله، ومضاهم على اقرارات ان العمال مالهاش دعوه، وطبعا امن الدوله وامن القوم والامن العام والامن المركزي والدنيا اتقلبت، ومضوا على اقرار ان مالهمش دعوه بالعمال، مالهاش عمال شركه غزل المحله مالهاش دعوه بالاضراب اللي هو بتاع 6 ابريل، ولكن كنا احنا الدعوه كانت فلتت وكنا داعيين الناس نعم ارجع لك في باقي التفاصيل، ولكن اذهب اليك الان محمد. 6 ابريل اشهر يعني اكثر ما شهرها هو اضراب المحله، ما دوركم في هذا الاضراب؟ دورنا في هذا الاضراب احنا اللي اشتغلوا على فكره اضراب المحله، احنا كنا مجموعه من الشباب من جيل 2005 و2004 يعني تحديدا معظمنا كان بيعمل في حركه كفايه وما سبق حركه كفايه يعني، والفتره اللي كان فيها حراك سياسي قوي في مصر. جينا لقينا ان في مشكله، المطالب السياسيه والمطالب الاجتماعيه هم حلقتين مهمين جدا ولازم نوصلهم ببعض، فكنا طبعا متابعين كميه الاضرابات العماليه الكبيره اللي كانت بتحصل من 2006 لغايه اضراب عمال المحله في 2008، وكان في لينك ما بيننا وما بين عمال المحله، وجات لنا الفكره ان احنا ندعي من على موقع تواصل اجتماعي جديد وعليه عدد كبير من المصريين من الشباب المصريين المطلعين بشكل اكبر على الفيسبوك ساعتها، على الفيسبوك، وعملنا جروب. احنا مش في دماغنا ان احنا كنا نعمل حركه ولا الكلام ده خالص، يعني هي مجرد دعوه ندعي بيها كل مصري يعني نعمل شيرنج لتأييد هذا الإضراب، لتأييد هذا الإضراب وننشر الإضراب ده على مستوى مصر كلها. وابتدينا طبعا بلينكات إعلامية، وابتدينا بقى نسلط الضوء على الموضوع، وابتدى بعض الصحفيين تبنوا فكرة الإضراب العام ويتكلموا عن الشباب بيتكلموا انكم عايزين كل عمال مصر تضرب في اليوم ده يعني، وابتدت الفكرة من هنا تنتشر. ابتدى الأمن زي ما احنا عارفين الداخلية في الوقت ده والنظام ابتدى يتهز، وابتدوا يطلعوا بيانات مضادة، فده شهر الموضوع أكتر وادى الموضوع صخب أكتر. امتى قررتوا تعملوا حركة 6 ابريل؟ حركة 6 ابريل عملناها لان العدد على الجروب بعد 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 الاضراب وبعد زمايلنا اللي اتقبض عليهم في يوم الاضراب من القاهرة ومن المحلة ومن كذا محافظة، بعد يوم الاضراب هرجع لك للتعليق. طيب اتفضل. لا اللي اتقبض عليهم زمايلنا في القاهرة. لا زمايلنا والله في بسرعة فتح مسج زمايلك في زمايلك في القاهرة، لما مش زمايلك البحيري زميلنا على فكرة، انما مش زمايلك كريم البحيري اللي محل. لا طبعا احنا زمايلنا عامل مش شركة غزل المحلة، ايوه يعني عامل وزميلك في يوم ما ذكرتوش. انا ارجع لهذا الجدل، ولكن اسالك الان ابو احمد، يعني انت استشهد ابنك في اضراب المحله 2008، لو تذكر المشاهدين بما حدث في هذا اليوم. في احمد قبلها بيوم والدته توفت قبليه بثلاث شهور، احمد قبلها بيوم قال لي انا شفت ان انا شفت رؤيه مناميه ان انا فتحت القبر على والدتي وكتمت نفسي ونمت جنبها. فقبلها بساعتين الساعه 9 بالليل قال لي يا بابا انا في حلم ولا في حلم؟ انا هنموت. قلت له يا احمد صلي على النبي، بقول والدتك بقى لها ثلاث شهور. قال لي انا بقول لك كده يا بابا. قعد يكتب مقاله على الكمبيوتر، جت الساعه 11 بالليل قلت له يا احمد انت عندك درس الصبح. يلا يا احمد. قال لي حاضر يا بابا. طفى الكمبيوتر وهبه بنت اخته قالت جابت له اكل وكل ونام على السرير. سمعنا الهيجان في الشارع وصوت وضرب وبتاع، فاحنا في الدور الثالث واقف جنبي في البلكونه، فشفنا ضباط بيجرم ومتظاهرين وخبط وطوب وخشب وبتاع، فلقينا ضباط كانت الاضاءه ضعيفه في الشارع. قال اضرب اضرب اضرب. انا ما مش واخد بالي، احمد واقف جنبي بطول بعرض احمد دي واخد بطوله الكونغفو في حزام الكونغفو في 23 يورو في المحل، وكان اللي بيبص له كده والله مصلي عليه في الاعداديه ده حاجه ايه ده مش معقول. المهم يعني لقيت دم نازل من مناخيره جنبي واقف جنبي،
قال لي قلت له دم فاسد يا احمد دم فاسد. لما لقيت الدم نزل من ودانه بقيت اقوم واقعد الحقوني وقع ما بين السرير بتاعه والدولاب، يعني وقع في البلكونه، كان نصه في البلكونه وفي البلكونه ونص في الـ في الـ في اوضه النوم. فتني واقف حوالي 4 دقائق من قوته ومن صلابته، واقف حوالي 4 دقائق أو 5 دقائق لحد ما جبت من الجيران من فوق، من استغثت بالجيران استاذ فريد استاذ محمد حقوني. المهم ايه، جت الجيران بقوا القماش يكتموا من الدم نازل من هنا، جات له طلقتين ناريتين، يعني في تقرير طبيب الشرعي اللي هنوريه لحضرتك دلوقتي، مقذوفتين ناريتين شديده الانفجار شديده التفلطح هنا وهنا اثنين. يعني لما راها الاستاذ احمد المحامي الحجازي في المحل المحامي قال ده محرم دوليا ان هي تتعامل ما بين افراد الشعب. وطبعا كان المفروض هو كان واقف في البلكونه في الاخر، واقف في البلكونه طلقات، المفروض كان يبقى فيه طلقات. فالمهم ايه، طلبنا الاسعاف، الاستاذ فريد طلب الاسعاف، فقالوا له لا ما نقدروش نيجوا يا جماعه ارجوكم ده طلق. قالوا ابدا ابدا يا جماعه ارجوكم اعملوا معروف. قالوا ابدا. المهم ايه، لقيت عربيه تحت بتاعت الاستاذ حادي المقص، شلنا احمد والناس جت كلها جيران صراحه كلهم، وشالهم احمد وحطيناه في العربيه. رحنا مستشفى الهدى التخصصي في السبع بنات، قالوا ما اقدروش ما نقدروش ابدا، خدوا ده طلق ناري وروحوا مستشفى عام في مستشفى القصر يا جماعه ارجو. قالوا ابدا. رحنا بسرعه، افتح البوابه، افتح البوابه بسرعه بسرعه، كان فارق الحياه في مستشفى القصر. ربنا يرحمه. حضرتك حضرتك انا كنت في هلع وفزع، يعني كنت بترنج زي ما انا ما اعرفش بقى كنت في ايه. يقال الله اعلم ان هم خدوني فوق في المستشفى فوق وادوني مخدرات وبتاع عشان ننام، ما نمتش. قلت لهم انتوا بتنيموني ليه في ايه؟ طلع سبت المستشفى وطلعت نزلت تحت تاني. فيقال والله اعلم ان مدير الامن خدني وباص راسي وخدوني في عربيه ما كنتش جريان، وخالوا علاء الشبيني جه وخالاته والناس دي كلها وجم، ورحنا رحت القسم خدوا اقوالي وبتاع لحد تاني يوم الصبح. طلبت انا الكليه الجويه، اخوه حاليا دلوقتي ملازم اول طيار، كان هو لسه في السنه النهائيه، محمد ابني كان في السنه النهائيه. ف اللهم صل على سيدنا محمد. طلبته الكليه الجويه قلت لهم ابعتوا ابني. قالوا ليه؟ قلت لهم حصل كذا كذا، ابني طلق ضرب بالرصاص، الشرطه ضربته بالرصاص. ف تقرير الطبيب الشرعي مع حضرتك اهوت قرار النيابه، قرار النيابه. العجيب ان هم ايدوها ضد مجهول، العجيب قرار النيابه وان هم ايدوها ضد مجهول. ضد مجهول ايدت ضد مجهول. وتقرير. طب ايه اللي انت بتحاول تعمله دلوقتي؟ يعني انت بتحاول دلوقتي ايه؟ دلوقتي انا برنامج معايا الاستديو بتاع الاستاذ وائل الابراشي في برنامج الحقيقه. وراح اعترف جندي لواء الاستاذ وائل الابراشي، راح اعترف وقال انا عارف الضابط اللي ضرب احمد علي مبروك حماده في البلكونه وجاي اعترف. فقال له طب تعالى بكلمه التليفون. قال له لا انا ما اجيش، انا عايز المحامي العام يحميني. انما انا لو مش دليل يا فندم، ما اي حد ممكن يكلم حضرتك. ما انا هقول لك حضرتك اهو، ما حضرتك اهو. فقال له اسمه الضابط ايه؟ قال له اسمه محمد يوسف ضابط شرطه. لا معلش لازم اقول ده، انا لو شفت محمد يوسف ده ولا شفته في اي مكان حاضر بس هضيع الدنيا باللي فيه. فروحت تنكرت ورحت الاسم في اسم المحل يعني، رحت هم عارفين قالوا لي عايز ايه. قلت لهم واحد قريبي قال لي ان في مصلحه في تمام وعايز اقضي مصلحه محمد يوسف. قالوا ده كان هنا واتنقل. طب اتنقل راح فين؟ قالوا ما نعرفوش. قالوا ما نعرفوش. يا فندم بس انت تعرف منين ان المعلومه دي صح؟ ما انا رحت للاستاذ وائل ابراشي واداني الاسم. ايوه ايوه، في واحد اتصل قال الاسم دوت، ما يمكن انا اكون متضايقه من حد فاتصل اقول ده فلان هو اللي قتل. ما هو ما كانش يبقى موجود، لان انا رحت سالت قالوا موجوده، كان موجوده. ايوه ما هو اكيد موجود، لكن اي اسم ممكن انا اكون متضايقه فاقول طيب أي اسم. طيب موجود. طيب رحت انا والاستاذ احمد حجازي المحامي للمحامي يعني انا تماما مقدره انت اللي خسرته اكبر من اي حاجه في الدنيا واهم واعز من اي حاجه في الدنيا. طبعا ولكن كان يسوي الدنيا بما فيه ظفر احمد ابني، يسوي مال الدنيا بما فيه، لكن ما عظمش على اللي خلقه سبحانه وتعالى. احمد ابني كان بطول بعرض ما فيش حد زيه ابدا نهائي، لكن ما عظمش على اللي خلقه سبحانه وتعالى. حضرتك لما رحت انا والاستاذ احمد حجازي المحامي النائب العام في 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 في, في مجمع المحاكم، قلنا له اعمل تحريات مع الاستاذ وائل الابراشي عشان الموضوع ده. قال انا ما عنديش قانون واحد جه في وسط 80 مليون
نعمل معاها تحريات. ازاي يا قلت انت بتجيب خيط الجريمه من الارض؟ انت حضرتك عايز توصل لمين اللي قتل ابنك ولا؟ انا حضرتك انا بناشد السيد المعظيم الاستاذ المشير حسين طنطاوي. انا بقول له يعني محمد ابنك، محمد ابني من تلاميذك وكان في الجيش وجه بكى على اخوه، جه بكى على اخوه، جه بكى على امه ورجع تاني وهكذا وهكذا. انا بناشد المشير طنطاوي ان هو يضم احمد ابني لشهداء 25 يناير وصرف التعويضات اللي صرفت لشهداء 25 يناير وحط وصورته في واسمه في ميدان التحرير مع الشهداء. تمام حضرتك ده اب رحيم طنطاوي وخايف على البلد. قبل طنطاوي نعم قبل الهواء كنت تعاتب يعني لديك عتاب على حركة 6 ابريل؟ بحركة 6 ابريل، حركة 6 ابريل دي نشأت من ما فيش، ولم تذكر شهداء المحلة، لم تذكر شهداء المحلة نهائيا. لكن حركة 6 ابريل لا تذكر، ولم تذكر مصابين المحلة نهائيا. ده حركة 6 ابريل فين هم بيتكلموا عشان شهداء المحلة؟ فين مصابين المحلة؟ ما فيش ابدا حركة 6، ما تكلمش نهائي عن حاجة زي كده في المحلة نهائي. طيب محمد، هذه الحركة، هذه المدينة التي خرجتم منها يعني من المحلة الكبرى نشأت 6 ابريل، لولا المحلة الكبرى، لولا عمال المحلة الكبرى لما كانت 6 ابريل. كانت ظروف ثورة 25 يناير. نعم يعني 6 ابريل كانت صحيح، كانت هي ظروف ثورة 25 يناير عندما ولم يعتز النظام، يعني لان حطمت صورة رئيس المقلوع السابق لحسن مبارك في اكبر ميادين من ميادين المحله وهو ميدان الشون، يعني والجزيره كانت موجوده بتصور المساله دي، صوره حسن مبارك. هل انتم ايضا العمال لديكم نفس العتاب على حركه 6 ابريل؟ طبعا، لان ما هو حركه 6 ابريل نشات بدون الرجوع حتى للي هم دعوه 6 ابريل. احنا دعونا، انتم اول من دعوتوا، اول من دعانا اليوم 6 ابريل للاضراب. المفترض حتى نرجع للنقطه التاريخيه يعني وحتى يعني ما هو يعني كمال الفيومي ما هو كان معتقل في حركه 6 ابريل، لكن مش في حركه 6 ابريل. طارق امين كان معتقل من عمال المحله في 6 ابريل، لكن مش من حركه 6 ابريل. انا مش من حركه 6 ابريل. كانش في حركه 6 ابريل في 6 ابريل؟ ما انتوا دعيتم يوم 6 ابريل وسميتوا نفسكم حركه يا فندم. امال اللي موجودين دلوقتي اعرفوا الصبغه التاريخيه اللي موجودين دلوقتي. نرجع للناحيه التاريخيه. هل انت اتكلمتوا على شهداء 6 ابريل؟ هل اتكلمتوا على مصابين 6 ابريل؟ والله اتكلمنا عليهم لا نهائيا بتاتم، لا ما حصلش كده. يعني حتى ألخص لك الموضوع، كأنه هناك اتهام لكم بأنكم الآن وراء الشكل السياسي أكثر من أنكم وراء الهدف الذي ظهرتم منه. الهدف عندنا والدعوة إضراب 6 إبريل 2008 كان الهدف منها ليس عمال المحلة فقط، بل كان كل عمال مصر. كان المعضلة اللي كانت في مصر والمشكلة اللي كانت في المحلة الكبرى انه في هذا يعود الفضل الى العمال. طبعا ما هو العمال في المقام الاول، احنا شعب المحلة طبعا. على فكرة احداث 6 ابريل، احداث 6 ابريل 2008 ما قامتش من داخل المصنع، دي قامت من ميدان الشيوان، قامت من الميدان، من اكبر ميادين المحلة. يعني الاحداث نفسها، وكان في اشاعات بتطلع من قبل يوم 6 ابريل 2008 ان عمال المحلة مش هيطلعوا يوم 6 ابريل، وطلع بعض العمال يوم 6 ابريل قالوا احنا ما طلعناش، واللي طلعوا الناس العاديين اللي في الشارع، وكانت مشكله في الشارع، وهذا الكلام كل الناس تعرفه في المحله ويعرفه حضرتك. واحنا اللي كنا بنقول لا، ده عمال المحله من اول الناس اللي كانت في اول الصفوف. انا معايا استاذتنا العزيزه، دعوتنا القيادات اللي مضت في الاتحاد العام، وانشانا لحركه 6 ابريل واختيار الاسم. كان اختيار الاسم، اختيار اسم الحركه كان بسبب الدعوه ان احنا دعينا اليوم 6 ابريل فقلنا نسمي الحركه 6 ابريل. ان في حركه اسمها 6 ابريل مش مضايقنا. انا ما ده المفروض انت تفتخر وتبقى مبسوط بلا يعني انا حاسس كاحساس كعامل ان حركه 6 ابريل ركبت مجهود عمال المحله، زي ما الاخوان ركبت مجهود ثوره 25 يناير، زي ما مش عارف مين ركب الشعب كله، زي ما يعني انا حسيت ان هم ما فيش فرق ما بين 6 ابريل وما بين الاخوان وما بين المجلس العسكري وما بين يعني لانه ليس لدينا احد يعني كعامل انتوا يا سيدي. انا حضرتك كعامل ما ينفعش تظلمني بشكل ده، ده ظلم مبين. يعني تشبهني بالمجلس العسكري،
دعوه، انا شبهني بالاخوان، انا ماليش دعوه، يعني انا من اول الناس اللي كنت بتبنى دعوتك وبنشرها على مستوى مصر كلها. لكن ما رجعتش ليه؟ هل دعوتك كانت هتلاقي هذا الصدى؟ ما رجعتش لو ما كانت، انت ما رجعتش لعمال غزل المحله اللي هم، يعني انا ما كنتش هدعي اصلا، انت ما كنتش عايز ندعي اصلا، ما رجعتش لعمال غزل المحله اللي هم طوروا مسميها. يرجع لكم مسميها، ارجع لهم في ايه بس؟ فكره يرجع لكم في ايه؟ حضرتك تقول ما رجعوش لعمال المحله، يرجعوا لكم في ايه؟ طيب يعني انا لما فوجئ، انا كعامل في شركه غزل المحله، افوجئ بان في حركه حسب حركه ما 6 ابريل، والاقي في ناس كل يوم والتاني في الاعلام، واحنا عملنا 6 ابريل، واحنا عملنا حركه 6 ابريل، واحنا عملنا نظمنا الاضراب في المحله. لا لا الكلام محمد، الكلام واضح انه كل ما فعل في المحله الكبرى كل ما وتغاضى عن العمال الذين نظموا واللي نظموا يوم 6 ابريل في مدينه المحله الكبرى لن يذكروا بشيء. حتى انا قلت لحضرتك في بدايه الامور، ما هو لما تختلط اللي ما هو الحبل بالنبي، ما هو اللي قاموا بالثوره ما بقوش عاملين الثوره، ما هو شباب الثوره اللي في ميدان التحرير ما بقوش شباب الثوره في ميدان التحرير، ما هو احنا شايفين الوضع مختلف. معلش بس واللي قاموا برضه ب 6 ابريل، بس نفضل في النقطه بتاعتنا، واللي قاموا برضه ب 6 ابريل 2008 في 2008 في ديت محله ما بقوش هم اللي قاموا في ثوره في 2008. معلش يعني انا كمال فين على كلام حضرتك؟ كمال فين؟ طب انا فين؟ انت قابلتني قبل كده؟ انت اتصلت بيه قبل كده؟ يعني هجيب حد من حضرتك منين يا فندم؟ منين يا فندم؟ من الهوا. ده واحد من الناس الاساسيين. ايوه حضرتك من الناس من الهوا. انا كنا على تواصل مثلا على سبيل المثال في مصنع المحله مع احد الشباب هناك، وهو كريم البحيري من الناس اللي الاستاذ ذكرهم ان هم الناس كانوا الاربعه اللي كان معاهم الدعوه السريه واليوم السري اللي كانوا على القهوه والكلام ده كله. احنا حضرتك لما دعينا ليوم 6 ابريل، دعينا ليوم 6 ابريل لمصر كلها، خدنا دعوه عمال المحله، قلنا دي دعوه عمال المحله وبندعو مصر كلها انها تضرب مع عمال المحله، وكانت مصر كلها بتسال على دعوه الاضراب. انا جاي اسالك في حاجه واحده بس واستاذنك، لو جيت سميت حركتي حركه عمال المحله، لو جيت سميت حركتي المحله، انما الحركه لما سميناها 6 اليوم. ابريل بنفس اليوم، بنفس اليوم اللي انا محددينه يا فندم. يا فندم انت حددت اليوم وانا عملت دعوه على نفس اليوم، مش عشان خاطر العمليه، مش عمليه ركوب، يعني العمليه اللي عمليه ركوب ولا عمليه استثمار ولا عمليه اي حاجه، انت بل بالعكس انت المفروض تفتخر بحركه 6 ابريل. انا ساعود اليك في نقطه اللي دعت لثوره في مصر، اذا سمحت ساعود اليك في نقطه يعني وجود الحركه من عدمها ضركم في ايه وفاتكم في ايه؟ ده بالعكس يفيدهم ما يضرهمش. ارجع لك في هذه النقطه، ولكن اسالك انت ابو احمد، يعني بعد اكثر من عام على الثوره واربع سنين على المحله، هل تشعر بان الثوره حينما جاءت ثأرت لك او اخذت الثأر لك لابنك؟ لحد الان ما فيش اي حاجه يا استاذه، ما فيش حاجه خالص نهائي. حضرتك انا قدمت طلب للمحافظ ووافق عليه، ابنك يبقى من ضمن شهداء 25 يناير، ينضم وحط اسمه وصورته في ميدان التحرير مع شهداء وتصرف التعويضات. نعم وهو مات في المحل، لان كانت بدايه الثوره. نعم مات في المحل، وشهداء المحله كلهم ينضموا لشهداء 25 يناير والمصابين، لان هم من وجهه نظرك ايه؟ لان هم كلهم قتلوا على يد الشرطه. بدايه الثوره ما حضرتك ضد مجهول من الشرطه. اوضح بس دي، خلي اوضح النقطه دي بعدين. ضد مجهول من الشرطه. اوضح يا عم علي، قرار النيابه اهو. طبعا معلش بس نقطه معلش، هو استاذتنا العزيزه، هو السيناريو اللي حصل في 6 ابريل 2008 من اجهزه الشرطه ومن النظام السابق نفس السيناريو اللي حصل في 25 يناير، نفس السيناريو بالظبط. وكانت بروفة لشعب المحله العظيم الابطال 6 ابريل 2008، ونفس السيناريو بتاع ثوره 25 يناير برضه نفس الحكايه، لما انتفض عمال مع الشعب المحله العظيم في ميدان الشون وحطم صوره الرئيس حسن مبارك ومش عارف ايه بتاع، ما كان الا قدام الشرطه وجهاز الشرطه اللي موجود اللي كان تحت قياده حبيب العدلي الا يخرج المساجين، يخرج المساجين من اقسام الشرطه اللي هي موجوده في اسم طنطا واسم المحله واسم على مستوى المحافظه كلهم، ويسير الزعر والفوضى في مدينه المحله بالكامل. لذلك الضرب النار كان بيتم بطريق عشوائي، لا اللي هو مات بيه، اللي هو مات بيه مقصوفتين ناريتين شديد الانفجار تصدع تطور ضرب النار. استاذ احمد حياه قال استاذ احمد حياه لما اقراه قال ده محظور دوليا، ضرب النار بذاخره حيه على مستوى مدينه المحله كلها بالليل وبالنهار. هو ده الايه؟ لإقامة الزعر لكل شعب المحلة وإقامة الرعب والهلع والبتاع والفزع. نفس السيناريو، نفس الخطة اللي حصلت في ثورة 25 يناير بعد الثورة ما قامت السجون بقى اللي هم طلعوا من المساجين والبلطجية وضرب النار نفس السيناريو ده حصل في مدينة المحلة لوحدها. تمام، ألا يكفيك أنه حبيب العدلي داخل القفص؟ يكفيني إعدامه أمام مصر بحاله.
اعدام حبيب العدل امام العالم كله. ده 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 يعني ما يشوش غريلي ويجيبوا بقى محمد يوسف بقى معاه. اشمعنى ما بي بي بيجيبوا خبايا حاجات وما بيخبوش خبايا المحل الشهداء المحل والمصابين المحل؟ ليه ليه مش يدوروا على حاجات ويجيبوا بقى الحاجات اللي هي متكتم عليها ديت؟ الاستاذ احمد حجازي طلب النيابه اياميها عشان يجوا مكان حتى مكان الحادث يعينوا مكان حذر. رفضوا مكان الحادث. وزي ما قلت لحضرتك ان هم رفض ان هو حتى يعمل تحريات مع الاستاذ وائل الابراشي على الجندي ده اللي راح. انا فهمت حضرتك ليه، لانه ما ينفعش حد يتكلم في التليفون ويقول اسم واحد وبالتالي طيب ما هو الواحد. حتى يبقى في تحريات، حتى في تحريات لا يبقى لازم الاستاذ وائل الابراشي يقولوا له ده حتى تحريات. ده بيجيبوا خيط الجريمه من الارض يا استاذ، ده بيجيبوا خيط الجريمه من الارض، يعني بيدوروا على اي حاجه يجيبوا خيط الجريمه من الارض. تمام. لا 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 ما ينفعش لا الكلام ده. حضرتك انا ما أعني اعمل ايه دلوقتي؟ طيب. انا شهاده من اطباء نعم. العرب نعم. اتحاد اطباء طيب. العرب اهو ان احمد من شهداء 25 يناير. اتحاد اطباء العرب هل اتحاد اطباء العرب كاذب؟ شهاده من لجنه حقوق الانسان اهيت. يعني انت تريد لابنك ان ياخذ هذا اللقب بانه واحد من شهداء؟ انا ارفع صوتي الله يكرمك للمشير طنطاوي، الله يكرمه، هو راجل محب لمصر وراجل قادر وحب. انا احنا عايزين اخشى ان يفهم البعض بانك بهذا الطلب، يعني انا اسفه ان انا اقول كده، ولكن انك تبحث على الماديات وما ياخذه شهداء ثوره 25 يناير. ده حق دنيوي، ده مال الدنيا ما يعوضش ابني. لو الدنيا ملايين الملايين اللي كان خسرها عمس مبارك واولاده والناس دي كلها وحبيب العدل والناس دي ما يكفنيش في ظفر ابني. لا انت بتقول نمره ماديات، ده حق مادي، ده حق معترف به، انما في الحياه هخش الجنه. احمد هيعد 70 واحد يخش الجنه، ده انما ده حق الحياه لازم اخده. نعم لازم ولازم محمد يوسف ده يخش يتحاكم وامامنا ويخش القفص. انا تماما مقدره لمشاعرك. وعود اليك محمد بسؤال اخير. نجح اضراب المحله نجاح يعني كان مفاجئ لكثيرين، ولكن كان هناك دعوات لاضراب اخر يوم 11 فبراير لم ينجح على حد قول البعض. على حد قول البعض لا، هو فعلا اضراب الاخر ما لقاش نفس الصدى بتاع اضراب مع انه نفس استخدمت فيه نفس الاساليب، فيسبوك استخدمت فيه نفس الاليات ونفس الاساليب، لكن اضراب يوم 11 كان شويه في بعض القوى السياسيه حبت بقى ان هي ما شاركتش في اضراب المحله زي ما هي ما شاركتش في يوم 25 يناير، فرجعت تلحق نفسها تشارك في اضراب يوم 11، فالموضوع خد الطابع السياسي شويه اكتر من انه وطابع المزايدات السياسيه اكتر من انه طابع من اجل مصر فعلا، من اجل حل مشكله مصر. فالموضوع ملقى صدى كبير، وخاصة بعد الإرهاب اللي حصل في المحلة بشكل كبير. يعني المحلة نموذج زي السويس لما كملت في ثورة في 25 يناير، السويس فضلت مكملة من يوم 25 لغاية يوم 28، المحلة نفس الشيء. لكن النقطة الأخيرة اللي أحب أذكرها سريعا إذا سمحت، سريعا النقطه الاخيره اللي احب اذكرها ان لما يبقى في حركه اسمها 6 ابريل وتذكر وتبقى الاعلام كله بيتكلم عنها، والحركه دي من اهم الحركات اللي شاركت في ثوره 25 يناير، فده قبل ما يبقى فخر لاي مصري هو فخر العمال المحله في المقام الاول والاخير. عمال المحله معروف تاريخهم النضالي، هم عمال الغزل والنسيج وعمال الحديد والصلب، معروفين من قديم الازل، يعني معروفين مش مستنيين حد يتكلم عن نضالهم يعني. طيب استاذ جهاد تعليق منك. طريق عمال المحلة وعمال مصر هم اللي أسقطوا نظام حسني مبارك بلوي الدراع بنظام اقتصادي، لأن العمال هي ركيزة الاقتصادية في هذا الوطن، ولولا العمال لم تسقط لم تبقى في ثورة 25 يناير من 2006 و2008 و2009. فأحذر المجلس العسكري والإخوان وأي حكومة جاية من غضب عمال مصر، أحذر كل من هو يهمه الأمر سواء إخوان سواء سلفيين سواء مجلس عسكري سواء جن نزرة من غضب عمال مصر وخاصة عمال وشعب مدينة المحلة الكبرى. تمام وصلت الرسالة. حضرتك تعليق أخير من حضرتك. حضرتك أنا كنت مقدم طلب للمحافظ عشان الشقة اللي لسه فيه 8 طلقات رصاص في الشقة عندنا وصوروها لنا قناة أون تي في النهارده. حضرتك وافق عليها المحافظ وقدمها لوزير التضامن وكاتب وزير التضامن تحت يضم هذا الشهيد الى شهداء 25 يناير. ولم يتحرك ساكنا ولم يفعل اي شيء نهائي. وصلت وجهة نظرك، اشكرك شكرا جزيلا استاذ علي مبروك والد الشهيد احمد الذي استشهد في احداث المحله، اشكرك جزيل الشكر. اشكرك ايضا استاذ جهاد طمان القيادي العمالي بمدينه المحله الكبرى، اشكرك جزيل الشكر. اشكرك ايضا استاذ محمد مصطفى عضو المكتب السياسي لحركه 6 ابريل، اشكرك جزيل الشكر.
مشاهدينا بعد هذا الفاصل نلتقي مرة أخرى وكيف يتعامل المصريون مع قضية الرئيس القادم بعد الفاصل.